أنا أتحدث عن قضية حقيقية، دور الأب في الأسرة، دور رب الأسرة للأسرة. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام بعد عودته من صفين، من أقرب شخص لأمير المؤمنين؟ أولاده. بعد واقعة صفين كتب كتاباً إلى ولده الحسن عليه السلام، هذا كلام للآباء جميعاً وأنا منهم، على الآباء أن يلتفتوا، حرص الآباء على أولادهم لابد أن نتعلمه من أمير المؤمنين. هذه الكتابة عندما وصلت للإمام الحسن، من خلال الإمام الحسن أن تصل إلينا، ونحن المخاطبون بالنتيجة. قال ووجدتك بعضي، أنت جزء مني. قال بل وجدتك كلي. لاحظ الإمام عندما يتكلم مع ولده، لاحظ، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. لاحظوا عملية الشفقة، كيف يتكلم أمير المؤمنين مع ولده؟ قال حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. لاحظ، فكتبت إليك كتابي هذا، هو معه. قال فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به، حتى الكتاب تراه، يراه الآخرون، يسمع الآخرون ماذا كان يصنع علي مع ولده الحسن عليه السلام، مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت. الآن الأب عندما يجتمع مع أفراد أسرته يسأل عن هذا ويتفقد هذه ويجلس، هذه الحالة إذا حصلت الأسرة تكون أسرة مباركة،